ضحية حلقة اليوم هو لاعب ناصر حسين داي خادير سوفيان، اللي لما يستقبل المكالمة تاعنا اوتوماتيكمون راح ينفعل. تحبوا تشوفوا لا ريكسيون تاعو مشاهدينا، ابقوا معنا بعد الجينجل. خيدر اللي راهو دوكا متواجد مع طارق القليعي في ريستورون، دوك يعيط له سمير يقول له بلقينا تصويرتك بالكادنا ونشوفوا ردة الفعل تاعو. الو الو، السلام عليكم. سلام عبد الله. خويا سفيان. سفيان خيدر. واه شكون معاك؟ بون دلال خير. خويا انا فاعل خير. كاين هنا ولاد حومتي شافوا واحد الانسان في الجبانه خويا العزيز. جبانه؟ نعم، كان داخل جبانه، ولاد حومتي توسوسوا له، حكموه صابوا عنده صاشي، داخل صاشي فيه تصويرتك خويا العزيز، فيها كادنا، فيها طلاسه، فيها تراب، فيها ما، خلوطه كبيره يا اخو. تمنيتك؟ انت يا وراك خويا؟ انا مع صاحبي دروك. انا وين اكزاكت صاحبي وين؟ انا في ليسور. جوز لي صاحبي، يا جوز لي صاحبي، الله ينور. ما تخلقش روحك، ما تخلقش روحك. هو يهضر معاك، قال لي قدرنا واحد. جيبو يا اخو، جيبو وروح، جيبو جيبو. هي باينه هذه، دوك نبعث لك كوليزاسيون. اخي اسمعني بخير، كون فاهمك لو كنت تفتح هذا الكادنا يتفك السعر باذن الله. لا 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 يا اخو رجعتني اخي، حاول تفتح يا اخي. يا اخو شنو راسك في الشنطه؟ حلها، خذ فيها ماني جوندار. حلها ولا ماشي هذاك؟ هذو ما فهمني، خليني نروح، فكوني نروح الفاميليا، فكوني نروح. سمي سمي استعد بالله. مش بالك هذا ولا مين اللي جاي في ميدي؟ معليش ديني مش ديني. شكون بعتك اصلا؟ شكون بعتك؟ شكون بعتك؟ شكون بعتك؟ كان واحد لاعب في ميدي. لاعب في ميدي؟ كان واحد لاعب ايوا. قال لي باش ما يقوليش لعب في التشكيله الاساسيه. ولا دير واش دير؟ ما غادي ندير لي والو. ما عندي ربي متخاف. يا ولد نخدم بالكارونتي فهمي، ما بديش نخدم. اسمح لي فهمي. يفتح عدو الله، يفتح. اعطيه المفتاح يا عدو الله، اعطيه. واش بك يا فهمي؟ نقول لك حاجه. لا 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 لا
نقول لك حاجه. انت تحل وانا كادني، انت تحل وانا كادني. على هذا العقل شوف هاك باغي تضربني، هاك باغي تضربني. المنافق يا الشيطان يا عدو، ما تقدر اي عدو والله. والله يا الشيطان اشفى مليح الوش هذا، اشفى مليح الوش هذا. هذا الوش شفى عليه مليح. كاميرا كاشف. صحيح يا اخو، يزرق ما قدروش يشدوها يا اخو. وشنو هذا؟ تريسيتي يا اخو، اونترينيت مليح خويا. هاي والله ما قدروا له صح. عطاني كارت فتح ما يحلوش، خليني نروح ولا فين فيها لوش. اعطيني مفتاح. هادي كيف؟ ماشي صح، هادي ماشي صح. هاك هو الله. هادي تحل؟ هاي اصبر شوف اخويا، ما ولا ما جاش هذاك نعطيك هذا. اصبر شوف انا كيف كيف. يا صاحبي خلعني، ما قدروش عرفتي شنو نتراعد، ما قدروش يمتريزيوها. يا صاحبي هاي راحة، اصبر شوف. هاي يا سيدي، ما انتم سعادة. دونك خويا سفيان خيتر لاعب ناصر حسين داي، هكذا وين لعبت ديجا قبل حسين داي؟ شباب قسنطينة، مهندسية بجاية، اتحاد الحراج، مهندسية الجزائر. دونك تحياتنا كامل أنصار اتحاد الحراج، شباب قسنطينة اللي كلوب كاع يلعب فيهم. واش غادي نقول لهم انا؟ هادو كاع الحفايس اللي راهم يديروا تاع الشعواده، سواء راجل ولا مراه، ان شاء الله ربي يهديهم. وهادو صوالح على بالي بلي ما غاديش يخرجوكم، ولا واحد يشوف في ربي، باسكو واحد انسان قبل ما يدير هاد الحفايس جي بريفير قبل ما يرقد يتفكر ربي سبحانه كيفاش يقابلو، كيفاش من ناركم فاهمين. ونتمنى ان شاء الله كاع انا ترادي ان شاء الله، نتمنى كاع المسلمين يكونوا ان شاء الله في كما يقولوا جمع واحد، راه مريض ان شاء الله. وا ربي يشفيه ان شاء الله. قول لي باك انت كش حسيت، احكي لي كيفاش. باينه اخويا حياتي هذه باينه، ما كان كنت مقصر مع صاحبي، من بعد انا واحد يعيط لي يقول لي شكاين شي باينه تنخلع يا اخي. بارك الله فيك خيتر، حيونا سفيان خيتر، ربي يحفظك. دونك مشاهدينا الكرام، كان معنا في حلقة اليوم لاعب ناصر حسين داي حاليا سفيان خيتر، اللي فريمون واحد ما قدر يشدو. دونك لحقنا نهاية عدد اليوم، نضربكم موعد غدوة إن شاء الله مع انفيتي جديد في نفس القناة، قناة شروق، نفس الوقت. قول لهم صحة صحوركم. صحة صحوركم. أتهلا في روحكم. السلام عليكم. سلام.